جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أم عائشة بعثت برسالة تقول فيها: إنني في أحد الأعوام ذهبت لأداء مناسك الحج مع إحدى الحملات، وفي أول ليلة من ليالي التشريق خرجنا من العمارة التي كنا نسكن فيها في العزيزية بعد 11 مساء للذهاب إلى منى، ومع زحمة الطريق دخلنا منى، وكانت الفترة التي قضيناها في منى منذ دخولنا فيها وخروجنا منها تقريبا ربع ساعة. ثم عدنا إلى عمارتنا التي في العزيزية وبتنا ليلتنا تلك فيها، ويحتج القائمون على الحملة بأن الطريق مزدحم وأن المبيت بمنى يكون ولو بجزء بسيط من الليل، والذي يتضح أنهم لم يبذلوا الأسباب التي تعين على المبيت بمنى، وهو أنهم أخرجونا من سكننا في العزيزية متأخرين، وثانيا لم نستمع بأنهم حاولوا إنزالنا من الباصات لنمشي لمقر مبيتنا في منى ولو كان على بعد، ويقولون إنه لا يجب علينا فدية، فهل هذا صحيح؟ فنحن الحجاج مرتبطون بحملة ولم نبت في منى، فهل علينا دم؟ وإن كان الجواب نعم، فإن هناك سؤال آخر، وهو أن الزوج حاج عن أحد الأشخاص بالوكالة، فهل يجب الدم على زوجي أم على الموكل؟ يجب على القائمين على الحملة أن يتقوا الله عز وجل وأن يمكنوا الحجاج الذين معهم من أداء مناسكهم، ومن ذلك المبيت في مزدلفة، ولا يقل بمنى ليالي التشريق، ولا يقل المبيت عن نصف الليل من أول الليل إلى منتصفه على الأقل، أو المجيء بعد منتصف الليل والبقاء إلى الفجر. أما ربع ساعة أو مرور فقط فهذا لا يكفي، ولكن بصفة أنكم لم تتمكنوا ولا تقدرون على الذهاب بأنفسكم إلى منى إلا بواسطة الحملة، فأنتم معذورون، ويكون الإثم على أصحاب الحملة الذين لم يمكنوكم من المبيت. أما إذا كنتم تستطيعون الذهاب إلى منى بأنفسكم المبيت بها والرجوع إلى العمارة فإنه يجب عليكم ذلك، وإذا تركتموه فيكون على كل واحد فدية لأنه مفرط. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زوجها معها لكنه يحج عن شخص آخر، الفدية حينئذ على من قام بالحج أو على الموكل؟ الفدية على من قام بالحج، على النائب، لأنه هو الذي فرط. نعم.